السلام عليكم. أزول طحب غزاي وممر بداكي جنح القد جديدة كيدين الشيماء الفصل 490 زي القانون الجنائي يقام لأي علاقة جواية استمغاد خارج الإطار الزواج تحسب دي جن جريمة الفساد ويتعقب خس القانون زي حبس ديشها أرعام التصني يدان في غندقان نطلب زي الإلغاء الفصل ونيتي من زي تورن بلي منين عادي ويتادف ذي الإطار الحريات الفردية ولكن يدان نغنيت قان بلي منايا حرام وشين دقيجن البلد إسلامي وخصة منايا ويتيري وسويان فرض غي مزدغن تنديت النظا حماية خزامي ذا نغينين خل الموضوع عوانيتي وحيمة تسن مرة منان قمت كين غرانكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. الموضوع النهار هو خل الفصل 490 دي القانون يقى باللي يتعاقب أي وحداني أي واحد وفين تجن العلاقة يعني خارج إطار الزواج زي شهر عام مش كما توريد العلاقة القانون وانت تي نيشان نغي خصص هذه توكس واخا ذا مزوار وتقبر ما ناقش الفصلة نشين دي المغرب كما هو متعارف دي المنظومة الدولية بلد ومرجعية إسلامية يعني انش في نظري انه الفصلة مريجة احسن يتنظم العلاقات بين الجنسين ويتيري بوجنين حلال اخلاقي او سلوكي ذي المجتمع بالعكس مرنكا انكس الفصلة وإذا ذي وقع جلين فيلات يجنوع الميوعة وتنت العواقب يعني خطيرة جدا شمن الأحسن في اعتقادي هذه قيم الفصلة الفصلة قرخو تما قانوني دستوري ما عنشين بلد إسلامي شو تنحيا ضرورة ذي ردق المسائل النحية شوية ما وجبوش نوقع رومين أوروباوين حرية ما المرأة الطاسة قمار من تخصص مجتمع إسلامي هو هذه الحقيقة سواء وعذوة يعني وفارس غبوم اللي حوصة زغمين يوقعن بالضبط ولكن غير بعض المعلومات نش صراحة إيد غر إنسان بوركي الفصل خصصة ديري بوركي مرن مرية التصيو ذن تلتجأن غل العلاقات الغير الشرعية ذويناث قا الشباب ومتشنشا يعني تغيما غنغطسنا المشاكل ونشين أصلا كدولة إسلامية خصها منية ويتيريشا مرة يعني الشباب وفين مارا من خصن العلاقات الغير الشرعية إلى آخره الشباب عم مصد مرشن وخصا عاو تانية الدولة غتوفر شوية النخدايم الشباب ذكو الشيء باش يوذن تيري غاسن شوية الإمكانيات باش هذا مرشين باش غنغطسن حوايج ديال المستقبل إن شاء الله إرخو على حساب ذي بنادم مغاش بوتي تما مسكين ذين بنادم صحرا صحرا بودار الطول جارس انا خو اللي حسن عاون بركي اكثر يا الشباب يجي تمون جارس على حساب الازمه بنادم مع كي غير فاتيري تما يكيتي تدات بركي شنو غنخدم بور خدا ايام يجي غير يشجع بنادم غادي يخدم تيكدي تدات وينات وشي قارس انا مون شي قديني 3 سنين عامين 4 سنين 5 سنين 6 سنين ديال قفي خمس واش سمح تفارقنا يا ويا شنو خصني غير البادير والدقاوز ما ديك الدقا بركي ما يمي الدقا طبيعي شنو غنخدم دقا طبيعي امر مريشا موموري ذي الجن اش توري غير القانون يقصد ذي قيم يقصد كسني وذا ني يصور نخر القانون هذيك كس توارث فما ذي شعر الزغاد ني يصور خمان هذا السور خل حول ولا بعد ما حدد مرشني وذان فما ذي قرخو اكثر الشباب يبدون ومدشن تركور فما ذي تركور الساق اوروبا قاسمي غير مرشان شتي للمغرب وشين القانون يقصد ذي يري وش عليك تشجعني وذان مرشان اضعز من المعامل ذين تطير اضعز من الشركات دون شركة نزارة سبرينغ فيل خصهم مسؤولين خص هذو يعني شي حاجه هذو يعني شي حاجه غازه خشي ندق فيكس قاقو اي واحد هذا من هذيك سوني الراي الناس تول الشغل الناس انت تدوينا انت العقليه الناس خشي ناس الحريه قاقو انت حريه اصلا يوداني اصلا دي فيسبوك وجيل شتواري غير يوداني اصلا ما مين يغض المرتزقين وما تصن الحوايج فما ذي تشمايلو شين بلاد الاسلامي خصها يقيم اسلامي خص عاود الوالدين عاود يوذان احضن بعد السيد سما قان تصق يوذان غاسل الوالد هاو نسول الله مس من دي قان انت في السكيت جست قاوي السيد قاري السابع يعني دي الخامس ثاني دي الرابع واي السين يخص درق قبل بعد السيد سنة درق قبل طاو ان شاء الله شد ديال الوالدين الامور استغازت مليح تشمايلو على حساب القانون ياخذ السوارد نزو ذي قيم يعني جن قانوني الصباح على حسب الشندي مسرمان الدولة إسلامية يخصوات كسشار قانونا يخصا ذي قيم نتمنى زي الجمعية عاودي جن دي هندين تعاوض النغن النظر عاود دي المغرب يكمل كلشي خصا عاود ولا ذي هني بدن خمانايا خصي ورنا الطاس ولكي مانايا يتهمثن ولا ذي هني الطاس
نهني ذي مزوري خصنا السيورن خمانايا هذيك كان السيورن ولكن شتي كيجن الدولة إسلامية شتي ندي مصر من مارة ونجيبو ذي روميين الفساد خصها ديري نعم سيدي هذيك كس ويتغيمي هذيري ماني الناس على سنة الله ورسوله ونجيبو ديري أم كلشي وني خصنا شي كيث ويعدرشا ولكن ديني تصني وذان قناش باللي منايا تهذي الحريات الفرديه مادام انه عايز يعني بالغني جن السيني جن قانوني 18 سنه راهي وعايز ريت مغار يتوحسب باللي حريه فرديه غير انه يتربو مثلا ندير وسط الشارع يعني غير ويتربو مخلا مدير وسط الشارع شك من الناس نغثيني ذي وذان مش تولد الراي قاني تخس ذي توكس الفصله مش سيني غي وذان يعني غاصن الغلطي مغاض كوارا بركين الشين والحريه هي خصها وتجيبوا ديما انايا قاضين الحريه تصنع الحوايج بلا ما سكش الحريه نسى شن كلشي يستاهل جبنا ما سكش الحريه ولكن ديال الفساد ديال المناكير ذوينات لا يعقل يعني اتيري وتحسب شاثه وتجيبوا الحريه تشبان واني تادي جن التهلوكه يعني المنطقه يعني تكمل الدوله تكمل فهمتني لو ندير الفساد يتوحسب واسقع على العلاقه اكل الحريه وخذيني القانون وخذيني ولكن توري تصن القضايا يمثينا يعني توري اذا تمارس منايا عادي تورى الدعاره تجان توري تصن الحوايج ما مش داش جديد ما مشى مني غير خو عاد نتمنى زكيو ذا انا كان السيور منايا تص وتجي دروس واكثر يسور خل الجمعيه في غانف كي غنطص خل الجمعيه ما شاء الله في ثماضه هذه هندي النظار يخصها كان هني دي مزوره أظهار من منايا منايا وذي سبول الحرية منايا وذي الشاتش من وني تدج الفساد يجن الفساد يعني وخص قعر هذا سكشن الحرية وخص قعر وخص ديوسي غف سمينة وذي سبول الحرية ذي منايا وني تد الفساد فساد نيشا وعاود نتمنى زكي وذاني تعيش ندي هندي طمارة أضغزان الأولاد نسني نقان ديهم زيدا وين أضحضان وني يسكن شاني تجيس غشون مشانا تيحضا وني غادي شان ميسا تيحضا فهمني على بوركين على كل ما وكل شيء خلو والدين كل راعي مسؤول عن رعيته بنادم يقصد يحضر ثار والنس بلا يحوت شمين قاغان غ الحريه ذي شان الحوايج بنا ما ديكش الحريه ضاروز ولكن راني شت منايا وذي سبو الحريه ولكن ما مش نتورى نشي انه خلف الفصل موجود الحوايج نزيد تقدني وذان شنو العلاقات يجن خارج اطار الزواج نتورى ثانت يحنجاني مزيان تمنضان نتورى ثاني يعني ما مش مسوى خذني القانون نتورى منايا يتجعل خرخو منايا بالنسبه ديال البدائل مثلا يعني القانون في نظري القانون يوجد واضح جدا يعني ما نطبقيه بحذف اللي ما مجديوس ديال الماده القانونيه الناس لا اظن انه هذه اللي انت مسرين تعفانين ديال المجتمع وانما من تورى نهارا هو نتاج من بعض الظروف الاجتماعيه يتعانى الطلاق علاقه الزواج ديوس انت سلفاتيحه ودوس ينتبو قانونية شاذ المنايا في مسري إذا نغيجين أن في إجن طواث تنظم دي المجتمع تجد المنايا خطير جدا القانون وذي نبوت طبعا وذي نبوت تطبيق القانون ولا نعمم وإنما خصنا نزيا شوية خصنا عايز تمغاث وجين سور خماغاث ما ثمغاثي يعني الناس ما ثمغاثي لا قانون يطبق خوايز تمغاث ماشي ثمغاث خص القانون عايز ورا ذاريز ورا ذاريز مركر وني غمرا غسي حنجان قيتو حسب خيانة الزوجية ما راهو تجيبو غاس مغاس تحسب يخترق الاخلاقيات المجتمع الاسلامي المجتمع المغربي يعني ش القانون يعني شنو ما راهش ندخل القانون يخص السما الخبراء يقرا القانون الدستور اللي غيعالج الموضوع ما جيتو يتناسب المجتمع النغ على حسب المستوى غنغشين المستوى النغ نيوض غمانية بودر أثنك نشي نستور خل رأي الشخصي نيوضان سمحي إيش قطع نشي نستور خل رأي الشخصي نيوضان شك ما قشك يخص القانون هذا يطبق نغوي يطبق شا شي بول كيث نيض الفوضى يجو الفوضى تقيت وارياس تقيت تمغاث ني فوضى أخلاقية يقدر تيري فساد يقدر تيري تجبد شل المشاكل مغانتي عائليا يخص ضروري يدير الدقة الحد ما نيني باش تربو الانتشار الحرية غاس الحدود الناس يخصا يجن قريش غان غاسو تشماس يدي حسب خميدو تشماس يجغاس مغان الناس يخصا ورا نتو يقبر مغان الناس كيزي
يمون حتى كيستفنديش عن غاب هذا سنين يوحق قواتي حيذيق كذا قوى قانون ارتيح هذا كما تقال مثلا يوذان اني نشطة النشطاء ايجان دي المواقع التواصل الاجتماعي يقن باللي ما نيتث دي الاطار العلاقة الحريات الفردية شك ما تورد ما نيت الحرية الفردية مادام مثلا ويتجيبو ذي الشارع العام مثلا تقيش له مشان خاص شوف بالنسبة الحرية الفردية كوريجن يسن مش دمي الناس عرفت يسن اللي له واللي عليه فهمت الحرية الفردية دي شن حوايج ولكن باش يعني ان تجاوز الاسلام ان عذوغا شن حوايج وجيبو ذوني انت نش صراحة قاغصا انتم فاسدون تشجعون على الفساد يعني توريد الفصل خصص هذه يقيم مش تني تغد دولة توفر البدائل دولة توفر البدائل باش الشباب هذا مرشان بوركي قمر خو مثلا تفضل تصن الشباب غاسن غانا ذو مرشان دويناث ولكن وغاسن بوثي زما تلتا جاء غيبري ذن نغنيت فهمت يعني ما الدولة توفر شوية الامكانيات عاود بنا ذم ذيك شوية المجهود وشان شاء الله كل شيء يدير مليح ما بوركي ذني شان يوضن نغني قانا الشباب هذا مشي لقان غيجن بلد اسلامي يخص هذه توكس ويت غيميشا يخص القانون يذجن من زيقة حرام يعني يا زادي كيجنا علاقة كيشن نغني تقى حرام لا ثاني تني قدي السنة طبيعي تقدي السنة طبيعي واجبو شن حاجه شن الفساد نيخ شن حاجه تصور عاد خلع علاقه نيشان علاقه يعني علاقه جنسيه مثلا علاقه جنسيه من دام غير غوتش ما يخسر خدام شنو غنغبو البديل يعني شقصد توكس الفصله وا هو الشخصه وكاين شنو غنغبو البديل رقم ثوالو هو شنو الدوله غير شجعان تقير خدايم تقميدي غنخدم لا والو تما شن حاجه تموت تما وما يتعجبوا الحال تما الحال هذه اللي تعيش داني تي تواليد اللهم بعدا ذمون ورق ذمون ورق من بوركي ما يمي يمكن سيد ربي العالمين خاصني نكمل اخو الاسباب هي سيد ربي العالمين فهمت دينا حنجا تخسد حنجا دينا عاود تاع حنجا تخسد حنجا كارنت تما ديم مزيان خمني مقانو زمان مسفراقن فهمت واخا غير اوروبا هادي عقب ارغاس فهمت وكي على حساب قني غير البادي خدمت شنو انا بور خدمي ولكن مين كي ستقديني قمشاني خويا يجن حاج سواها انت راه واخا الفصل يتجا ولكن مانيني خفي اللي كينص عليه داك الفصل يعني مانيني يتجا انت عيشات انت راه يحنجاني مزيان من عندي الشوارع انت راه في حرامين توقع سنت المشاكل تيم قرانين يعني ماني يتجا وتولد بانه الدوله خصها تقيجن البدائل مثلا خدايم يوذان حما وطريح نشا وطريح نشا مانيني مرشن ديريكت وتولد شمنايا يعني باش نزيد حبس شنو من ناحيه الدوله يخصص القوانين التغيير نتاع الدوله القانون القوانين ضعيف الدوله ضعيفه قانونيا وتجيبون قانون دستوري يعني قانون يحكم وحدس الدستور يحكم وحدس يخصها تسير في القوانين وتسير حتى الدستور الدستور ما يقار تحران تخصها تخدم تحران تخصها تزدغ تحران تخصها تغار تحران تخصها نقدوها يخصها تطبق الفصل الجندي الدستور عاد غير احنا القانون وتجي اظن دان الدستور السور نخل القوانين والقوانين قزاني تتسمى يجن حاجة عشوائية يعني قرارات عشوائية ماشي بو منطقية علمية عشوائية يقصد نبدأ زي الدستور خني غنى القانون ونستزاربو القانون بعد الدستور شكرا معليش يعني شك تريد أنه القانون يخص ذي قيم يخص ذي قيم وخا تريد بأنه مثلا الفاسد نيد منيني أخوي جا قوجي ويد أخوي جا وتمينو ولكن خو شي ما حس خصنا نغير خصنا نغير شي نخفن شي نمزوار شي نخص حتى شي نغير عشان يخفن الخو بلا الميثا وانسي تجد القانون تقمين تعجيب سلحة قاخو بسيبي سقوا دقي سقوا غمالة يبنى مكسن من هنا يقوا غمالة يخد دقي يجرب ده فهمت يجرب القانون قمر كذا حتى عزو دق من خوقانا قز عمار قاوة بالله ما قد قل بس تقي جدي العمارات يجد التصل نحو تظن ماذا أصلا تفذي الشاة تفذي نغاسن بتقل غارق شي وهن تويل ولكن تفذي بارتو موضة التصل نحو شي توقع وش التاق إن شاء الله ندي عرب بغوبري إن شاء الله ينزل سنت التاق مش البدائل باش ما نيوش البدائل مشكل البدائل خشي المسؤولين شي قد انت البدائل سهرنت قا خوج مش الحاج طوعه خشي شي مان هذه البلديه يا موري هذه العمل جن حاشت خوش نحاشت مثلا اخذوا غياما اخص كاع نجي ثانيه تسيده تمرك كاش ناس ما نجي ثانيه تسيده واش ماينو واش ناس ما والله ما راح نولي جو تاع غاسبور يدق ندل عاد قل ميل وندق ثلاثه الزون قد الزون قاوي تاع الزون ربط جو كلش هذا الزون ديالنا والله ما عايش واش كاع غياما وازو قال المعامل شي من تلقايا اسيدي بالعمري ولكن نجي نحاشت
قيم قاعد ماشي ثانية سيدرس قاعد ما سنامان العاملات العاملين قطاسن الحوايج ديالها ولكن خصها النقطة هذيك تخا بعدا خينا الشباب قطاسن الشباب وخدمت تيم غارين وخدمت كلشي عيا قاخو مركاسي غير حرامو اصبايج عامين عامين انا فطاسن الحوايج غتغيفوا المبرر اصل القانون هذا المنكا هاك ما تجينا زري غادي الموقع بالله يجو حنجان دانت فيها مسكين غاس دانت شي تنتيق زين ماني غلا وما وانت من تولد ما مزيد كما انا يكدي ما انا يزيد المسؤولين يزيد كما انا يبعك تغي توقع المراقبه يلا ندقو انا مو القانون ويطبق غاتير ويطبق شال القانون اخر القانون يطبق مخشاني الجنا مو مركز القانون هذا يحفظ رب العالمين.